ألف رحمة كزوجة الله عليك. حضرتك قلت إنها زوجة جدعة الأم اللي ربت صحيح وتعبت، صحيح. وأكيد واضح كده إن حضرتك قلت حتى كمان ما خدتش حقها. هل البيت وهل الحياة الزوجية وهل تربية دينا والشهيد كريم الله يرحمه، هل ده كل ده خدها يعني من الفن في فترة ما؟ بصراحه هي كانت شاطره قوي، يعني عرفت تعمل التوازن ما بين البيت وما بين شغلها. يعني كانت في شغلها ما شاء الله، وكانت في البيت ما شاء الله، ما اثرتش ولا هنا ولا هنا. يعني هي لو حصل لها مشكله كانت بعد وفاه ابننا كريم العقيد المهندس كريم سيف الدين اركان حرب. هي كانت ده بالنسبه لها كل حياتها وكل املها، وكان هو فعلا بيعملها كويس قوي، ويخش يبص ايدها وراسها ويا امي، يعني العلاقه بينهم كانت حلوه قوي. نعم. فبفقدانه هي رفضت الحياه خلاص، قالت انا عايز اروح اقابله بقى. يا بنتي يعني قضاء ربنا، واحنا كلنا ما حدش قاعد، كلنا مروحين، واللي يجي معاده هيروح. لا، هي بالنسبه لها وفاه ابنها كريم او ابننا كريم كانت النهايه بالنسبه لها، ما عادش عايزه تعيش، مش عايزه اي حاجه. وحتى بعدها قررت الانفصال، يعني رغم ان المواد يعني كانت موجوده والعشره موجوده. لا، وفضلنا طبعا. وصحيح هي يعني حست ان انا مش عارف اعيش لوحدي، نصحتني قالت لي انت معاك رخصه روح اتجوز. يعني قلت لها انا قالت لي روح اتجوز، يعني انا بالنسبه لي حياتي خلصت معاك. حضرتك قررت الجواز بعد الانفصال، الجواز الثاني بعد الانفصال عن استاذ رجب؟ يعني اكيد طبعا. قعدنا فتره كبيره، وبعدين انا كنت محتاج واحده ست تخلي بالها عليا، يعني أكيد. انا كبرت انا كمان يعني. وبعدين الحمد لله ربنا بعت لي واحده يعني هديه من السماء، فربنا يديها الصحه ويكرمها. وكانت هي ورجاء صحاب وحبايب، بتقول لها يا امي انا شفت ورجاء ده. كان تسال عليها اخبارنا ايه، بتعمل ايه، ما بتكلمنيش ليه، طب هاتوا وتعالوا. اخر لقاء كنا في المستشفى، قالت لما اخرج من هنا تعالى انت ودينا واقعدوا معايا. قلت لها حاضر، احنا عيله والعلاقه بينهم حلوه قوي قوي. احنا شفنا ده في مشهد الجنازه. لا، ده حقيقي في الحياه. الاستاذه دينا زوجة حضرتك كقد ايه كانت متاثره، وكانت بتبكي على رحيل الاستاذ رجاء حسين. مامتها دي، مامتها راحت بتبكي يعني. الف رحمه ورعاية. كانت مسميها ماما رجاء فعلا. دي حقيقي، بتقول لها يا ماما على طول. ورجاء قبل ده منها، وبتقول لها يا دينا يا بنتي، بقول لك كانت تكلمني تقول لي فين دينا، ما بتكلمنيش ليه، بس خليها تسال عليا. ده ايه العقل وايه الثقه وايه اليقين اللي عندها ده؟ يعني هي من شبر وانا من السيده، فاعتقد التربيه والاخلاق دي ده الطبيعي. ولاد الاصول يعني. ايوه، هي الاصول دي، الحب والثقه جدعنه اخلاق. يعني احنا عيله، لازم نحافظ على بعض ونخلي بالنا على بعض. واحد يفضل طول عمرها ام امل وكريم، وانا نفس الحكايه هفضل اب امل وكريم. فيعني في شيء مشترك ما حدش يقدر يمحيه، مش هيتلغي. الاخلاقيات الراقيه دي اللي بنسمع عنها كاننا لا في فيلم حصل، دراما، معرفش فيلم من افلام يوسف شاهين وبطولته الفنان سيف عبد الرحمن. يعني فعلا فيلم من افلام يوسف شاهين. ايوه، هي الله يرحمه ابو رخر، كان مخرج عبقري وكان انسان جميل، وكان اخ نعمه صديق وصديق عمري اكيد. يعني انا خسرت فعلا شاهين وخسرت رجاء.